مساء الخير واهلا بحضراتكم ولقاء جديد من مصر النهارده. اهلا بيكم، يا رب تكونوا بخير. النهارده اربع ان شاء الله هنقفل بقى موضوع الجن ده، لان احنا اتكلمنا فيه كتير وحصلت اراء شمال واراء يمين، فقررنا ان احنا نغلق هذا الملف بان يكون موجود معنا استاذ الفقه المكرم بجامعه الازهر الشريف الاستاذ الدكتور سعد الهلالي، ويكون معنا ايضا الاستاذ الدكتور احمد شوقي العقبه استاذ الطب النفسي بجامعه الازهر الشريف، عشان نلم الحكايه ونسمع اخر كلام، لانه احنا فتحنا الملف لانه في مليارات بتنفق في الوطن العربي، واحنا في مصر النهارده ما بنشتغلش لمصر بس، احنا بنشتغل لكل الوطن العربي وكل العالم الذي يتحدث باللغه العربيه في جميع انحاء العالم بيشوفونا الحمد لله. فتحنا الملف لانه في مليارات بتصرف على حكايه الجن والسحر والعفاريت والحاجات العجيبه دي. فيجوز في حاجه بالشكل ده، لكن الاغلبيه نصابين، والأغلبية بيقع الناس فريسة لهؤلاء النصابين، مش بس نصابين، دول نصابين ونصابات كمان. فاحنا هنقول النهاردة القول إن شاء الله، القول الفصل قولا واحدا من الدكتور سعد الهلالي أستاذ الفقه المكرم بجامعة الأزهر، والدكتور أحمد شوقي العقباوي أستاذ الطب النفسي بالأزهر أيضا، عشان نسمع بقى مع بعض كده بالراحة أساتذة كبار هيقولوا لنا آخر كلام حوالين موضوع الجن ده. هل يستطيع الجن أن يتلبس يدخل جوه الإنسان ولا ما يقدرش؟ إيه إمكانيات الجن فيه؟ أذية الإنسان؟ دول السؤالين الأساسيين اللي هنتكلم فيهم إن شاء الله مع دكتور سعد الهلالي والأستاذ دكتور أحمد شوقي العقبه. وممكن للأسف ما كان مش معانا النهارده الشيخ خالد الجندي لأنه مش موجود في مصر، مسافر سفرية سريعة كده، وإن شاء الله يكون معانا الأربع القادم. إن شاء الله. طبعا بيقولوا لي دلوقتي في الأربيس حاجة مهمة، إن بكرة إن شاء الله أول اجتماع لمجلس الوزراء برئاسة الرئيس حسني مبارك، بنقول له الحمد لله على سلامتك وكده عود وبنشاطك وبجهودك، وان شاء الله نشوفك يعني جميل وبصحه جيده. والاجتماع ده هيكون في شرم الشيخ ان شاء الله، ده هيبقى اول ظهور للرئيس مبارك بعد رحله العوده من او رحله المرض اللي كانت خارج البلاد ورجع بالسلامه ان شاء الله. بعد كده او قبل كده بقى هيكون معانا تقرير عن برج مغزل. برج مغزل ده عباره عن قريه موجوده في قصاد رشيد في حته اسمها مطوبس في كفر الشيخ. في المكان ساحر، لان المكان لقاء البحر الابيض المتوسط مع النيل، بيلتقوا في فرع دوله بنسميه فرع رشيد احنا على الخريطه. شوف المايه المالحه داخله على المايه الحاله العذبه، منظر رائع الحقيقه. لكن المكان ده هو اقرب مكان لايطاليا، يعني تركب في المركب تمشي على طول كده من غير ما تفكر، من غير بوصله، من غير حاجه خالص، تمشي فيها كده 72 ساعه او اكتر شويه تلاقي نفسك في ايطاليا مباشره على سواحل ايطاليا. فعشان كده الناس بتيجي هنا، عملوه مكان للخروج. في شباب خرجوا من برج مغزل قالوا لا ما فيش عندنا شباب بيخرجوا من برج مغزل، لا في شباب خرجوا. في شباب خرجوا من جميع انحاء مصر، من جميع محافظات مصر من هذا المكان. الغريب انه احنا كنا رايحين نعقب حادثه حصلت، مركب غرقت ومات فيها 9 شبان، ووقفنا في نفس المكان اللي طلعت فيه الجثث، وطبعا شيء مؤلم. المكان قريب مش بعيد، شفنا المكان اللي غرقت فيه المركب، ومع ذلك فوجئنا باستماع بكلام للشباب، كلام عجيب جدا، يعني كلام الحقيقه محبط، ان الشباب اللي جربوا الهجره غير الشرعيه هتشوفوا معانا انهم مستعدين يسافروا تاني وتالت ورابع، واحد عايز يبيع بقى ذهب مش عارف مين، واحد عايز يعمل ايه، واحد عايز يعمل ايه. فالحكايه مش حكايه سمسره ومش حكايه كلام من ده، الحكايه ليها بعد اخر هنشوفه في التقرير ده ان شاء الله في جزء من حلقه هذا المساء. لحظات ثم نلتقي باخبار هذا المساء. دي مش دبانه.